السلام عليكم ورحمة الله. هذا الدعاء لتسخير القلوب، وأرجو الله لكل من قرأه وسمعه أن يقضي حوائجه وحوائجكم وحوائج من أرسله وحوائج من سيستقبله من أحبتكم. يا رب، ها أنت ترى مكاني وتسمع كلامي، وأنت أعلم من عبادك بحالي. رب، شكواي لك لا لأحد من خلقك، فاقبلني في رحابك في هذه الساعة المباركة. رب، إني طرقت بابك فافتح لي أبواب سمواتك وأجرني من عظيم بلائك. اللهم يا مسخر القوي للضعيف، ومسخر الجن لنبينا سليمان، ومسخر الطير والحديد لنبينا داود، ومسخر النار لنبينا إبراهيم، سخر لنا عبادك الطيبين من حولنا، وسهل لنا أمورنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. رب، بحولك وقوتك وعزتك وقدرتك، أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك. اللهم إني أسألك بخوفي من عظمتك وطمعي برحمتك أن ترزقني ما كان خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله. اللهم إني أشكو لك قلة حيلتي وهوان أمري وضعف قوتي. اللهم إني أسألك أن تصرف عني شتات العقل والأمر والتفكير. رب، آثرني ولا تؤثر علي. رب، انصرني ولا تنصر علي. إلهي، ارحم ضعفي وفرج همي واجبر كسري وآمن خوفي، وأمطرني برزق من عندك لا حد له، وفرج من عندك لا مد له، وخير من عندك لا عدد له. اللهم، إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه. اللهم، ولمرسلها مثل ذلك. يا رب، في هذه الساعة أسألك الراحة لكل مسلم ضاقت عليه دنياه وذرفت عيناه. يا الله، أفرح قلوبا أنهكها التمني، وبشر أصحابها بفرح لا يذكرهم بوجعهم، وأسعد قلوبهم وأسعدنا بصحبتهم. اللهم، اغفر لوالدي وأدخلهما جنتك يا أرحم الراحمين. اللهم، وفق من أرسل لي هذه الرسالة، ويسر له أموره بالدنيا والآخرة، وارزقه النظر إلى وجهك الكريم، وأحسن خاتمته ووالديه، وارزقه ضعف ما يتمنى بالدنيا والآخرة. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعلينا معهم إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.